بدهم يكونوا مشابهين للناس اللي عندهم الديزيز بكل الاسبيكتس الا انهم ما عندهم الديزيز. ليش احنا بدنا مثل هيك كنترولز؟ ليش بنفضل وجود كنترولز انهم مشابهين للكيسز بكل الاسبيكتس الا الديزيز؟ عشان نقدر نعمل جنراليزيشن، لانه الكومباريجن بتكون اصح. لانه انا لو بدي اقارن، لو بدي اجيب مثلا اقارن تفاحه حمراء وتفاحه خضراء، التفاحه الخضراء كثير اقرب من لو اخذت مثلا حبه فاكهه ثانيه مثلا نجاسه بالدراقه كذا. اذا انا كل ما خليت انه انا عم بقارن تقريبا الشيء نفسه، بصير الكومباريجن اسهل علي واصح وادق. تمام؟ يعني مقارنة بين التفاح باللون احمر واخضر مش زي التفاح مع البرتقال. كل ما كان السيميلر الاشياء اللي انت عم تقارن بيناتها اكثر، فبتقدر تطلع الديفرنس بيناتهم اكثر. اذا الان احنا نفس الشيء، احنا الكنترولز بدي اياه مشابه للكيسز بكل شيء، بدي اياه عايش بنفس المكان اللي كان عايش فيه المريض، بدي اكون مثلا مرت عليه الظروف، حتى ممكن ناخذه من الجيران النيبرهود، لانه بيكون نفس الظروف اللي عايشينها، نفس السوشي ايكونوميك ستاتس ممكن افكر فيها، ممكن نفس الجندر حسب الريسيرش كويستشن، حسب الديزيز اللي انا انترستد فيه. اذا انا في هاي الحاله، اذا انا بهمني انه يكونوا مشابهين جدا للكيسز لحتى اني انا اقدر اقارن ما بين الكيسز اند كنترولز، except that they don't have the disease. لذلك في الكيس كنترول ستاديز اختيار الكنترولز اصعب بكثير من الكيسز، انك تلاقي هذا الشخص او المجموعه اللي كثير مشابهه للكيسز بكل الظروف اصعب من انك تلاقي الكيسز. امامكم هون الفيجر shows the design of the case control study. It examines the possible relation of an exposure to a certain disease. We identify a group of individuals for those who have the disease, شايفينها باللون الزهري, and those who don't have the disease. For each group, we see whether they were exposed or not exposed to exposure. شو الاكسبوجرز ممكن نحكي عنها؟ احنا ممكن نحكي سموكينج، يعني لما بدك تفكر فيها ممكن اكثر مثال واضح اللي هو مثلا لنج كانسر، او من ناحيه انه those who have lung cancer and those who don't have lung cancer، بشوف مين اللي عنده lung cancer، مين كان مدخن ومين ما كان مدخن. اذا الاكسبوجر كان عندنا هون سموكينج. ونفس الشيء بين الكنترولز اللي هم ما عندهم lung cancer لكن ممكن يكون منهم مدخنين وممكن ما يكون منهم مدخنين. إذا الـ proportion كانت أعلى، فعندكم التابل هون أمامكم، بدنا نقارن ونطلع الـ proportions for those who were diseased اللي هي A على A زائد C في التابل. من التابل هون those who were exposed, not exposed, having the disease or cases, controls. فالـ proportions will be A على A زائد C، هاي على التوتال، وهون B على B زائد D لحتى أعرف قديش proportions. في مثال الآن رح نعطيك أرقام اللي هو الكيس كنترول ستاديز من ناحية ال CHD cases, coronary heart disease cases and controls. Okay, they smoke cigarette, don't smoke. وشفنا اللي هي proportions لقيناها أعلى among cases compared to controls. فإحنا من هون بنقدر نحسب الـ odds ratios لحدوث الـ disease or not. أوكي. الآن حكينا إحنا عن الـ cases، عندنا cases وعندنا controls. من وين ممكن أحصل الـ cases؟ بدك تعرف إنه مكان اختيارك للـ cases بيحدد biases ممكن تكون موجودة في عندك في دراستك. يعني مثلاً إذا أخذتها من tertiary hospital، بدك تعرف انه هاي tertiary hospital في عندك severe cases in comparison لو اخذتها مثلا بمثلا primary health care center اللي هي most likely they have controlled disease، بده يروح فقط لعلاجات متكرره.
in comparison to tertiary hospitals وهكذا. ف ايضا انك تاخذ الكيسز من سنجل هوسبيتال فهاي اتس مور لايكلي انه هذول تو بي اكسبوزد لشيء معين، فما بتقدر تعمم الشيء او الريسك فاكتورز. احنا هدفنا ندور على الريسك فاكتورز اللي هم الاكسبوجرز لحدوث الديزيز، صح؟ الان اذا اخذناها من سنجل هوسبيتال اتس مور لايكلي انه كلهم هذول من نفس السوسايتي، نفس التامين، نفس السوشيو ايكونوميك ستاتس، نفس الاكسبوجرز، فما بقدر اعمل جنراليزيشن على كل الديزيز على وضع على كريسك فاكتورز. فايتس بيتر انك تاخذ الكيسز فروم مور ذان وان هوسبيتال لحتى انك انت تاخذ كل الريسك فاكتورز البوتنشال ريسك فاكتورز ممكن او الاكسبوجرز اللي ممكن انهم يتعرضوا فيها. طبعا كيس كنترول ستدي من حسناتها انك تقدر تستدي مور ذان وان اكسبوجر، يعني اخذت ديزيز اوكي هلا لان كانسر حكينا سموكينج، لكن ممكن اشوف شيء ثاني، ممكن اشوف ريسك فاكتور اخر، ممكن الجندر له دور، ممكن وات ايفر. اذا انا بقدر اشوف اكثر من اكسبوجر لحدوث ديزيز معين، بالتالي اتس بيتر انه الواحد ياخذ الكيسز من اكثر من سنتر. الان لو حدا حكى لك احنا بدنا ناخذ كيسز مثلا من مستشفى الي اكسس عليه، تحكي له لا احنا الجنراليزابيلتي او كذا، ستيل بحكي لك اتس ويل بي فاليد انك لو اخذتها من سنجل هوسبيتال، لكن يو شود كيپ ان مايند انه ذي مير بي سورس اوف بايس في الاستدي تبعتك. لكن مثل الكروس سكشنال ليش نلجأ لها، ليش بعض الدراسات نلجأ لها، بعض الديزاين نروح لها، لانه هذا المتوفر، هذا الاكسس، هذا اللي بقدر احصل عليه. اذا قدرت تحصل اكسس على بيشنتس في وان سنجل هوسبيتال اتس بيتر ذان ناثينج. اوكي اوكي الان في نوعين من الكيسز، نوع بنحكي عنه incident cases أو ممكن تكون prevalent cases. الincident من اسمها اللي هي الincidence اللي هي new cases، أما prevalent اللي هي all the cases، كل الناس اللي عندهم هذا disease. فأحيانا لما بدك تأخذ تعمل case control study بدك تأخذ cases إذا كانوا prevalent، فأنت عم بتشوف patients عاشوا survived، طولوا معهم الديزيز وطولوا عاشوا لانك انت ماخذ كل الانترفال. اوكي فالان هذول البيشنتس راح يكونوا مختلفين عن اللي ماتوا دغري once they were diagnosed with this disease، تمام؟ وممكن حتى الريسك فاكتورز تكون مختلفه عندهم. So it's better انك تاخذ new cases diagnosed with the disease compared to the prevalent، لكن still prevalent بحكي لكم valid، انت اشتغل بالافيلبل. اوكي لكن حتى لو اجيت من ناحيه ساينتفك الانسيدنت كيسز تعطيني نيو كيسز، فكلياتهم بنفس الوضع بنفس الحاله بنفس السيتويشنز، اخذناهم نيولي دياجنوست اخذناهم از كيسز. اللي بريفالنت بفرق عنهم انه ممكن واحد من 20 سنه معاه دايابيتس انت اخذته از كيس لانه سيرفايف، بينما اللي ماتوا وانس داي بديش احكي دايابيتس خلينا نحكي كانسر او كذا، اللي ماتوا وانس دايجنوست ممكن يكون عندهم different risk factors they are slightly different than those with the prevalent incident cases. مفهومة هاي؟ وضحت؟ حاضر. في عنا نوعين من الكيسز، incident cases و prevalent cases. الincident من اسمها new cases، once انه هو يعني هذول الكيسز انا بدي اياهم كلياتهم دياجنوست خلال فتره معينه بسيطه، خلال سنه، خلال يعني نيو كيسز نقدر نعتبرهم حسب الديزيز. الان انا ممكن اخذ هذول نيو كيسز واعتبرهم معي في هاي الحاله الديزيز عندهم كلياتهم متشابه، البروجنوسيس اوف ذا ديزيز عندهم متشابه، مور لايكلي ذي ويل هاف سيميلر ريسك فاكتورز. لما تحكي عن prevalent cases prevalence الانترفل تبعها اطول، يعني ممكن اخذ واحد diagnosed بكانسر من 20 سنه فهو survived لحد اللحظه اللي انا بدي اسوي فيها الدراسه، فبالتالي ممكن الريسك فاكتورز كانت
مختلفة عنه عن الانسيدنت كيسز، لأني أنا بالبريفالنت اللي منس دايجنوست مات ما قدرت أخده بدراستي، عرفت كيف؟ فبالتالي هذا اللي مات once diagnosed قبل 20 سنة اللي ما قدرت أخده بالprevalent cases تبعتي قد يكون مختلف، في إشي خلاه يموت لهذا الديزيز، فبالتالي أنا ما أخذ حيثيات الديزيز كاملة لحتى أقدر أعمل أخذها كاملة. واضحة؟ عرفت الفرق بين incidence والprevalence؟ incidence new cases، prevalence عندي كل الكيسز اللي بهذا الديزيز من زمن بداية لأنا بدي أخذ recruitment of cases. تمام؟ اوكي. سو اتس بيتر انك تروح على الانسيدنت كيسز، لكن انت ما كان عندك متوفر غير اللي هي البريفالنت كيسز، اتس اوكي، اتس ستيل فاليد ستدي. اوكي. اللي ممكن كمان يوضحها أكثر آخر سطر عندنا: This would constitute a highly non-representative group of cases and any risk factors identified with this non-representative group may not be the general characteristics of all patients with the disease but only of the survivor. يعني إحنا ما أخذنا كل الـ patients، لما نحكي بالـ prevalent أنا ما أخذت كل الـ patients، في ناس ماتوا ما أخذتهم، فأنا أخذت الـ characteristics والـ exposures فقط للسرفايفر. اوكي، وضحت؟ اكيد اكيد، لانها انفكشس وممكن الانفكشن كلها ريليفت يعني وتشافى، فبالتالي انت ويل مس تاخذ هاي الكيسز عندك في دراستك. نعم صحيح اكيد. الان نجي للسلكشن اوف كنترولز، حكينا اللي هي انه they should be similar to the cases in all aspects and specs اللي هي except that they don't have the disease. ايضا whether they should be representative of all persons without the disease in the population from which the cases are selected. اذا هذول الكنترولز انا بدي اياهم ما يعني مشابهين للكيسز الا انه ما عندهم الديزيز، ونفس الشيء بدي اياهم ريبريزنتيف للبوبوليشن، بدي اياهم يمثلوا المجتمع بشكل او باخر. فبالتالي من احيانا بتلاقيهم بالكنترولز بيجوا بياخذوا مثلا واحد كانسر معاه اللي هي بدي مثلا اي ام انفستيجيتنج مثلا بريست كانسر، فبعمل اللي هي الكنترولز اذر كانسرز لو اخذنا معلوماتنا من ريجستري او غيرها. It's okay, it's a valid design, it will be okay, لكن you should consider انه هذول اللي اخذتهم ال other patients with other cancers they are not representing the population. Okay, يعني هاي الاشياء you should consider لما تيجي بدك تعمل selection. لكن احيانا اللي بحكمنا وهي الاصل اللي هو الاساس اللي دائما هو اللي بحكمنا الاكسس للداتا اللي عندك او الفاسيلتيز اللي ممكن تعطيك الداتا. اوكي. So sources of controls may be selected from non-hospitalized persons living in the community. ممكن هم ال neighborhood. أحيانا نروح لل patients وناخد ال controls من قرايبه. ليش؟ لأنهم أكثر ناس مشابهين له. هم عايشين نفس، بياكلوا نفس الأكل، عايشين نفس ال lifestyle mainly بنفس الطريقة. حتى الجيران ممكن يكون نفس ال socioeconomic status. فبالتالي هاي ممكن تكون اللي هي non-hospitalized patients. May be selected from several sources in the community. Ideally, a probability sample. طبعا بشكل ideal إنك تأخذهم من population أو من community in a random method. واحدة من random methods. لكن هذا it is rarely possible. يعني إحنا عارفين إنه الإشي perfect، لكن مش دائما it is possible. هدفنا طبعا من هاي احنا المحددات نحاول يعني نبعد عن شيء ممكن ياثر هاي، انه لنوصل لجنراليزابيلتي للفايندينجز تبعنا اكثر. يعني هدفي انا اني الاقي كنترول سيميلر
للكيس انه يكون الكيسز يكونوا انسيدنت انه كذا لحتى اعطي مور ريبريزنتاتيفنس للريل سيتويشن اوف ذا ديزيز اند ذا ريسك فاكتورز اند ذا بروجنوسيس اوف ذا ديزيز. اذا هاي كلياتها انا فقط حتى اكون في اكثر وسط او بشكل مشابه للريل سيتويشن اوف ذا اكيرنس اوف ذا ديزيز. هاي النقطة آخر واحدة حكيناها إنه the hospital patients differ from those in the community، وهاي الأشياء وضحت لكم إياها. الآن في problems أيضا اللي هي ال biases. حكينا شو مقصود بال bias، إنه أنا عم بزيح عن ال correct value، عن ال true value، عن ال accurate value، عم بزيح بمقدار معين. وحكينا من انواع الانفورميشن بايسز اللي هي بروبلمز اوف ريكول، انه يتذكر احيانا ممكن انا اشوف الاكسبوجر ممكن اساله انه هل انت اكسبوز لهذا الشيء او لا، ممكن يتذكر ممكن لا. ف يعني مثلا لو حكينا احنا اذا بتسال ام عن انه هل طفلك مثلا تعرض لدواء معين، هل اخذ دواء معين، الام اللي طفلها مرض رح تكون متذكرة كل شيء أخده، بينما الأم اللي طفلها معافى وسليم مش رح تكون متذكرة، حتى لو أخذ الدواء مش رح يكون هو عمل عندها أي ديفرنس. هذا اللي بنحكي عنه الريكول بايس. فبالتالي ريبورتينج بصير غلط، ريبورتينج لأنك أنت هو exposed or not exposed بصير فيه مشكلة. فهاي من أثار اللي هي الريكول بايس. فهي إما إنها تكون limitation in recall and recall bias. شو المقصود limitation in recall؟ اللي هي المقصود فيها إنه ممكن اللي أنت بتعمل معه interview بدك تسأله شو الإكسبوجر تبعه أو كذا، إنه هون هو أصلاً ما عنده المعلومة، يعني هو أصلاً ما عنده، ما بيعرف مثلاً مثل الأم هاي ممكن مش هي المسؤولة عن هذا الطفل بشكل أو بآخر كمثال يعني. ف هاي من الأشياء بتعطينا limitation في الريكول. طبعاً شو حلها مثل هيك دراسات من ناحية ريكول in general؟ إنه أنا الإكسبوجر ما أخده من الpatients إذا كانوا patients العينة تبعتي، ممكن الإكسبوجر أخده من records. إذا كان أنا الإكسبوجر أنا مثلاً تبع الانترستد في medication معين، ممكن أرجع للpharmacy records أشوف هل كان prescribed هذا الدواء أو لا، خصوصاً إذا ما كان من الأدوية الOTC بيكون ممكن انه ارجع اشوف هل هو ماشي على هذا الدواء او لا، او سبق وصف له هذا الدواء او لا. لكن still there's a source of bias here، انك انت although هو كان had been prescribed هذا الميديكيشن او كان وصف له هذا الدواء، مين بيضمن لي انه اخده؟ كثير من البيشنتس عندنا الادهيرنس للميديكيشنز عندنا poor فيها. فبالتالي اذا انا still كل ما كل في المشاكل موجودة في الدراسات، لذلك لما يطلع لنا significant result ما بحكي خلص هون there's association خلص confirmed، ما في إشي confirmed، and still there is source of bias in every step you are taking in your study. لكن كيف بعرف إنه there's an association؟ لما تيجي دراسة تانية بمجتمع تاني population تاني بظروف أخرى طلع عندها نفس النتيجة، وتيجي دراسة ثالثة ورابعة وخامسة كلياتهم الباحثين مختلفين populations مختلفة وكلهم يطلعوا إنه there is an association between factor A and B. في هاي الحالة it's confirmatory results، لذلك أنت بتأكد معناته there is an association between factor A and B. لذلك هذا اللي بحكي إنه يعني أنت أوكي طلع معك significant results it's good but you need to confirm that whether you go to other designs. يعني عادة بخلصوا الكيس كنترول في association بيكملوا للكوهورت، بروحوا لكوهورت ستاديز ممكن يعملوها بروسبكتيف يدفعوا عليها، لانه اذا كان خصوصا بدهم يثبتوا انه فعلا في اسوشيشن بين فاكتور اي اند بي. اوكي تروح لاذر ديزاينز، بتروح لكذا، اذا كان ممكن تشوف اوبزرفيشن ممكن تروح ل وصار مثلا ميديكيشن ممكن ريديوس الريسك اوف كانسر، ممكن تبلش براندومايز ترايلز. اذا في هاي الحاله احنا هاي بناخذها كبدايه confirmed بأكثر من دراسة، منكمل لديزاينز تاني to confirm association between factor A and factor B. إذا نرجع للrecall bias، حكينا اللي هي limitation in recall بحيث إنه أصلاً ما عنده المعلومة،
واللي هي النوع الثاني اللي حكيت لكم اياه اللي هي ممكن انه تنسى الام انها فعلا اعطت او ما اعطت، عندها المعلومه المفروض بس هي اعطت او ما اعطت. فعملوا زي دراسه تجريبيه، شافوا الاكزامبل اوف ارتفيشال اسوشيشن ريزلتد فروم ريكول بايس A hypothetical study of maternal infection during pregnancy and congenital malformations. فأخذوا the true incidence of the infection. يعني كان فعلاً diagnosed. طبعاً هذا hypothetical مش إشي يعني دراسة حقيقية. فكان true incidence كان 15 مماثل إلها among the cases مماثل إلها في the controls. لكن the infections لما شافوا recalls أو كانت 60 هون وهون اللي تذكروا among the controls 10. فبين عنا هون قدي الانفكشن ريت مختلف عن الأعلى بكتير among cases in comparison to controls. ففي هاي الحالة انت بتطلع بconclusion انه انه هدول يعني الكيسز انه هذا الانفكشن هو أدى لحدوث المالفورميشن او وهكذا. واضحة؟ إذا الإكسبوجر هون عندنا اللي هو الإنفكشن والديزيز اللي هو الكونجنتال مالفورميشن. فهاي بتبين لنا إنه أحيانا الريكول ممكن قديش يأثر على النتائج وتطلع عندنا اللي هي أعلى among those who were exposed in comparison to those who were not exposed to the infection. حدا عنده أي سؤال لحد هون؟ طيب الآن من الطرق اللي حتى أعمل الكيسز مشابهة أكثر للكنترولز في شيء بنسميه الماتشنج، بحيث إنه أنا أخذت فيميل من الكيسز بأخذ واحد فيميل من الكنترولز. أخذت هون عمره 45 سنة هون بأخذها 45 سنة، هاي بنسميها ماتشنج، بحيث إنه أنا تطلع جروب الكنترولز مشابهة بشكل كبير مع الكيسز مع الكنترولز. تمام، هذا الماتشنج ممكن يكون على مستوى جروب ماتشنج او على مستوى انديفيديوال ماتشنج. يعني قبل شوي حكيت لكم اياه المثال كان انديفيديوال ماتشنج، عندي هون فيميل هون فيميل هون 45 هون 45 على مستوى اللي هي الانديفيديوال. لكن ممكن اني اسويه على مستوى الجروب ماتشنج بحيث انه انا عندي هون مثلا نسبة الفيميلز among cases كانوا حوالي 25%، فانا بدي ايضا among controls بدي يكون الفيميلز نسبتهم 25% as a total. اوكي، اذا هاي two types of matching. اذا انا لما اجي بالindividual ممكن احكي بدي اعمل matching من ناحية الايج والجندر والsocio economic status whatever الأشياء اللي ممكن إنها تأثر على العلاقة ما بين factor A and factor B، وتكون يعني أنا ما بدي هاي أدرسها الفاكتورز. ليش أنا لازم أختارها إني أنا مش لازم أدرسها أو ما بدي أدرسها؟ يعني أنا ما مش interested أعرف الجندر إذا له effect أو لا، لأنه أنا once عملت له matching أنا ما بقدر أشوف شو تأثيره، لأنه هو similar among cases and controls. تمام؟ إذا أنا الماتشنج عندي it's okay بيزيد السيميلاريتي among cases and controls سواء عملته جروب أو عملته individual it's okay. لكن you should consider إنه أي factor أنت بتعمل له ماتشنج ما بين الكيسز والcontrols هذا بده يطلع من الريسك فاكتورز اللي أنت عم تدرس فيها، وبالتالي بنوقع في مشكلة اللي هي الأوفر ماتشنج. اوفر ماتشنج لما يصير اوفر ماتشنج بطل عندي ريسك فاكتورز انا اعملها انفستيجيشن. فاوكي هي فكره كويسه تخلي انه الكيسز مشابهين للكنترولز، لكن يو شود كونسيدر انه ما معك مجال كبير، لانه بدك تخلي مجال بدك تعرف تاثير الريسك فاكتورز البوتنشال ريسك فاكتورز ذات ويل كوز ذا ديزيز. واضحه؟ واضح؟ اوكي. اوكي.
الآن البروبلمز في الماتشنج أيضا إنك أنت لما تحط فاكتور بدك تعمل فيه ماتشنج بتصعب على حالك تلاقي كنترول. يعني أنا عندي بالموت لقيت هذول الرير ديزيز مجموعة، فأنت لما بدك تعمل ماتشنج من ناحية جندر ومن ناحية كذا مع الـ الكنترولز بتصعب على حالك. بدي مثلا كل ما زدت الفاكتورز اللي ار ماتشنج اون، يعني ممكن تلاقي فيميل، تلاقي مثلا لو حنروحنا على السوشيال ايكونوميك ستاتس عمره 45 سنه، لكن احيانا بحطوا الزيب كود المنطقه اللي عايش فيها مثلا. فانت كل ما زدت فاكتور بدك تعمل له ماتشنج ايضا انت بتضيق على حالك انك تقدر تلاقي الكنترول اللي تعمل له ماتشنج مع الكيس. اذا انت بتصعبها من جهتين، اول شيء الفاكتورز دي ار انفستيجيتنج او اللي عملت لها ماتشنج ما بتقدر تعملها انفستيجيشن، ثاني شيء انت بدك واحد بهاي المواصفات فبدك تصير تدور عليه دواره. اوكي وضحناهم الاوفر ماتشنج. فاللي هي من ناحيه كونسبتوال بروبلم وذ ماتشنج اللي هي الفكره الاولى اللي حكيت لكم اياها انه اي كانت انفستيجيت، وايضا البراكتيكال بروبلم اللي هي انه اي كانت فايند ذات كنترول بهاي المواصفات. هاي براكتيكال بروبلمز وذ ماتشنج. اوكي الان كم كنترول بيكون مقابل للكيس؟ عندي 50 كيس، كم كنترول بقدر اخذ لهدول الخمسين كيس؟ ممكن اخذ قدهم، ممكن يكون نسبة ضعف، ممكن 3، ممكن 4. وكل ما زدت عدد الكنترول لهذه الكيس بتزيد الستاتستيكال باور للستدي. بتصير انا اذا كان في ايدنتيفيكيشن لاي significant association فانه يعني حتكون قويه هاي الاسوشيشن. اوكي اذا انا ما مش فقط بدي ممكن احيانا اخذ اكتفي بكنترول واحد، كل ما زدت الكنترولز لكل كيس بكون افضل، بتزيد الستاتستيكال باور. فزي ما حكيت لكم نسبه 2 ل 1 3 ل 1 4 ل 1 هاي كلياتها يعني وارده. فالكنترولز ممكن يكونوا اوف ذا سيم تايب اور ذي مي بي اوف ديفرنت تايب. قبل شوي حكينا عن types of controls، حكينا عنهم انه ممكن يكون من النيبرهود، ممكن اخذهم من المستشفى، ممكن اخذهم من كذا. الان اذا كان يعني الان انا هل كلهم اخذهم من النيبرهود بكون اذا معناته انا اخذت الكنترولز of the same type. هل انا اخذت اشي من الكنترولز من الهوسبيتالز واشي اخذته من النيبرهود، هاي بيكون controls of different types. تمام؟ يعني انا لما اخذ لكل كيس، نفرض انه في عندي كيس اخذت لها 2 كنترولز، عندي كيس اخذت لها 2 كنترولز، الكنترول الاولاني اخذته من الكوميونتي او من النيبرهود، الكنترول الثاني اخذته من اللي هي الهوسبيتال. اوكي هذا الطريقه هاي او هذا التايب بنسميه اللي هي اوف ديفرنت تايبس. لكن لو الاثنين الكنترولين اللي بدي اياهم لهذا الكيس اخذتهم من نفس السورس، كانوا اثنين من النيبرهود او اثنين من الهوسبيتال، هون بيكون of the same type. اوكي طيب شو حسنة اني انا اخذ of different types same type؟ اوكي حكينا في مشاكل احنا في عندنا في الكنترول انه انا ممكن they are not representative of the population. فلما اخذ controls واكترهم وخليهم from different types they will be more likely representative of the population. واضحة؟ إذا it's better إنك تأخذ of different types لما تأخذ أكثر من control لكل case. ليش؟ لأنها بتصير more representative ل real population. إذا هدفنا إحنا دائما نوصل لزي ما هو الوضع عنا عم بيصير، كيف هذا disease عم بيصير في real life. إحنا بنحاول بال observation تبعنا نخلي الظروف مشابهة ل real life. واضح؟ ما هي مشكلة الهوسبيتالز more likely to have more comorbidities، بدهم يكونوا مثلا more severe cases. لكن انه مثلا
لو حكينا كانسر بيشنتس بيكونوا مور لايكلي انهم تعرضوا لنفس الريسك فاكتورز. ففي حسنات للهوسبيتال، في حسنات كمان سهوله انك تلاقيهم، يعني برضه هاي بدك يو شود كونسيدر انه هم موجودين بالمستشفى اوريدي، بتقدر توصل لهم، عارف الريكوردز تبعهم، عارف فحوصاتهم. يعني هاي من الاشياء اللي بتخلينا نروح للهوسبيتال كنترولز. كمان زي ما حكينا كانسر، اخذت اذر تايب كانسر معناته مشابه كثير له، جينيتك فاكتور صار تقريبا مشابه اللي ادت لتطور الكانسر، وكل ما فتت اكثر ستيج مثلا او كذا كل ما كان اكثر ممكن تاخذ اذر تايب زي ما حكيت لك اوف كانسر. فانت السؤال اللي حكيته انه سؤالك كان انه انت لما تروح الهوسبيتال يس they will be more severe cases او controls من ناحيه انه السيفير من ناحيه عندهم كوموربيديتيز اكثر، ماشيين على ميديكيشنز اكثر، الريسك فاكتورز تبعهم معناتها صارت مختلفه اكثر. لذلك it's better انك تاخذ شيء مشابه بالكوميونتي وايضا بالهاي تعمل اللي هي different type of controls. واضحه؟ الهدف اني انا اوصل لكل البوتنشال ريسك فاكتورز اللي ممكن البوبوليشن يتعرضوا لها لحتى اعرف شو سبب حدوث هذا المرض. واضح؟ اوكي. سو الكيس كنترول، وين از الكيس كنترول ستدي وورنتد؟ Useful as a first step when searching for a cause and adverse health outcomes. أنا إذا بدي أشوف إذا بدي أعرف cause and effect association. طبعاً هي better for rare diseases. لأنه أنا مثلاً لو عندي rare disease بدي أعمله على case control study. فأنا بروح على the source of this disease. هذا rare disease ممكن أروح على مستشفى أو كذا بجمع هالcases تبعتي وبعدين بحتار بالcontrols. Okay. لكن لو بدي اسويها على كوهورت ستدي، كوهورت ستدي بدي اشوف الاكسبوجرز كلياتهم وعمل اللي هي من هذول اللي اكسبوزد وتطلع لي هالكم من حاله اللي هم بالرير ديزيز، رح يكون كثير اصعب علي. بدي اشوف بوبوليشن كثير كبيره لحتى اشوف كل الاكسبوجرز او اشوف الاكسبوجر انا بدي اياه بهاي البوبوليشن كبيره، ومن هذول مين بده يطلع عنده الديزيز هذا الرير ديزيز. سو اتس بيتر فور رير ديزيزز. عندنا هون اللي هي الدياجرام بوضح كيف البروبورشن بيكون اكثر. شوف الفيرست ستيب يستارت وذ ذا بيبل وذ ذا ديزيز اند بيبل وذاوت ذا ديزيز، وبعدين اللي هي ذن ديتيرمين اكسبوجر هيستوري، بنشوف مين هذول الاكسبوزد نون اكسبوزد في كل جروب، وبعدين بنشوف البروبورشن. طبعا في هاي الحاله عندنا لما نشوف انه ذوز هو اكسبوزد امونج بيبل وذ ذا ديزيز از لارجر ذان the proportion of those who were exposed among those who had the disease, then we say that it's more likely that this exposure has caused the disease. Okay? أي حد عنده أي سؤال؟ طيب الآن في اللي هي appraisal skills program زي اللي فرجيتكم اياها للcross sectional studies، وهي تستخدم للcase control study بحيث انك انت مثلا تقرا دراسه عن بالcase control study وبتصير بدك تقيم هذه الدراسه. هلا انتوا في الوقت الحالي ممكن ما يعني بتفيدكم هذا الشيء بحيث انك تعرف كيف تكتب case control study بشكل او باخر، لكن
بعدين ان شاء الله في الفيلد تبعكم خلال البراكتس ممكن ترسل لكم بعض الايميلات، خصوصا اذا صرت دخلت الريسيرش بعض المجلات بتبعت لكم ارتكلز لتقيموها، اعطينا رايك فيها، بتصيروا ريفيورز انتو ل ببلش ريسيرش. فبيست اون وات بدك تقيمها، بدك تشوف ديزاين الدراسه، وبدك شيء تول تساعدك انه شو الاشياء اللي اطلع فيها بهاي الدراسه لحتى اقيمها صح. فمن في تولز فرجيتكم تبع الكروس سكشنال ستاديز، هاي التول امامكم الان للكيس كنترول ستاديز. فبتصير تسال مثلا اول سؤال did the study address a clearly focused issue، فبتحكي yes can tell or no. طبعا في عندنا هون hints، كيف انا شو بدي اعرف شو يعني focused، شو المقصود بفوكست اللي عم بيحكوا عنها، يعني ممكن ذا البوبوليشن واضحه، الستدي تراي تو ديتكت بينيفيشال اور هارمفول افكت، هل انه مثلا هذا التريتمنت ادى تو انكريز الريسك اور ديكريز الريسك اوف حدوث مثلا ديزيز معين. Did the authors use appropriate method to answer this question؟ هل انت بتعتقد انه الكيس كنترول كانت هي مناسبه مثلا؟ فاذا ما عرفت تجاوب هي هنتس امامك، ممكن ايضا تضيف بعض الكومنتس. فهي هاي التول انا رح انزل لكم دراسه، هاي دراسه طالع هون اوكي، نشرت في سنه 2022 على ريمد سفير تريتمنت ان هوسبيتالايزد بيشنتس افكتد باي كوفيد 19 نمونيا، اي كيس كنترول ستدي. هاي رح ابعث لكم اياها بحيث تحاولوا تقراوها وتستخدموا التول لحتى انه تميزوا الاشياء والعناصر الموجوده فيها. ويوم الخميس ان شاء الله رح نعملها ديسكشن اوكي، بحيث تكونوا قراتوا البيبر فهمتوها وتحاولوا تعملوا لها اللي هي كريتيك من خلال هذا التول. الان هل انا لازم اجاوب كل سؤال؟ هل انا المفروض اني اعرف اجاوب كل سؤال؟ هل انا مقتنع ممكن اكون بكل كومنت؟ لا مش شرط. انت كيف، هل في صح وغلط؟ يعني هذا قصدي، هل في صح او غلط؟ لا بالريفيو مش شرط، لانه انت مثلا بتقرا لك هيك رايك. فكتير مثلا من مثلا انا لما اودي للببليكيشن بيجيني كومنتس تبعت ريفيور 1، كومنتس تبعت ريفيور 2، كومنتس تبعت ريفيور 3، تلاقي رقم واحد بيحكي جود ستادي وممتازه وراح تضيف للليتريتشر وبهنئكم وكذا، الثاني اللي هو حط لي جريده حط هذا وليش هذا وهذا ليش هيك وهذا ليش هيك. هل الاولاني غلطان؟ اكيد لا، الثاني هو الغلطان، فانه الثاني حط لي كومنتس بدي اجاوب عليهم واحد واحد، فبتلاقي هيك رايه، هيك هو قناعته ان انت كان لازم وضحت عليه. هلا الجود ثينك في الكريتيك، هو كويس انه الواحد يجي انه ما فيش نو كومنتس، لكن الكريتيك فعلا بتؤدي الى انه الدراسه تبعتك تصير ويل بريزنتد اقوى، ممكن يقترح عليك اشياء انت ما كنت منتبه لها، يعني ممكن يغلبك شوي اوكي، لكن بالاخر هو هدفه وانت هدفك انه لما حدا يقرا دراستك انه تكون دراسه قويه، يكون شيء مثلا بحكي هاي الدراسه انا الببلشت وكنت البي اي فيها اوكي. فبالاخر هدف واحد، لانه هذا ايضا هدف المجله انها تنشر البيبر انها تكون ايضا قويه. فهاي ان شاء الله ليوم الخميس، وبكره ان شاء الله في الكوهورت ستاديز راح يكون اعطيكم التول الثاني تبع الكوهورت ستاديز ودراسه بالكوهورت، بحيث انه كمان اعملوها از براكتس. وي ويل ديسكاس اون ثيرزداي ان شاء الله. حدا عنده اي سؤال؟ أموركم تمام؟ لا، البوستر والبروشور مش من شغلة إجباري، هي وسيلة إنك أنت توصل المعلومة للجمهور، منها البروشورز ومنها البوسترز. فأنا مش إنه بس أحكي وين البوستر تبعك وين البروشور تبعك، فرجيني كيف وصلت المعلومة. أنا يعني هذا السؤال راح يكون. تفضل. نعم؟ قائم من 18 22 راح توزن، أنتم المفروض توزعتوا مجموعات، وأنه تصير كل مجموعة تتفق على توبيك.
البوسترز والبروشورز هم وسائل للإعلان عن أو للتوعية. ممكن عندك طرق ثانية ما بنعرف، في مثلا طلاب بذكر السنة الماضية جابوا تابلت، عملوا مثلا مسابقة، في أفكار كتير يعني. لكن ممكن إذا بدك تعرض المشكلة وتشرح عليها للجمهور أسهل ممكن يكون بوستر تعال أو تحكي عنه مثلا، أو بروشور تحكي له هاي البروشور بشرح الموضوع وإحنا بنحكي لك عنه. البروشور مش شرط إنه برضو تكون إنه تكلفوا نفسكم، إحنا مش هدفنا، ما بدنا تتكلفوا أنفسكم بالأشياء اللي ممكن للتوعوية. يعني البروشور مجرد اللي هي لو حطيتوا ماتيريال واضحة ورسالة واضحة توصل لهاي وطبعتوها على ورق فوتوكوبي يعني، وأنتوا عملتوا لها طويتوها تولدوا يعني. إحنا مش هدفنا نشوف إشي فخم بقدر ما إحنا هدفنا نشوف ماتيريال فعلا تعطي توعية لطلاب الجامعة. تمام؟ فلا تكلفوا أنفسكم. أوكي؟ فيديوز ولا لا؟ ونفس اليوم العلمي نفسه يعني الايام العلميه هاي او هذا راح يكون عليها ايفالويشن، وايضا للفيديو بيكون في ايفالويشن. تمام؟ واضح؟ علي صوتك. الامتحان نازل صار، تحدد 7/8 ماده الامتحان. انا راح امشي معكم لحد لا مش شايف السيلبس قدامي، بس في راح اعطي اخر شيء سيستماتيك ريفيو والكلينيكال ترايلز، هذول راح يكونوا مع الفاينل. بس كل اللي اخذتوه من وقت ما انا اعطيته لحد ما اوصل السيستماتيك ريفيوز والكلينيكال ترايلز هذول مش داخلين، هذول للفاينل. اوكي داخلين؟ نعم. حدا عنده اي سؤال؟ يعطيكم العافيه.